سيدة أميرة رفعت دباح، انفوغراف في شركة عيشور بريتويلز للسيراميك، ملتحقة مؤخرا بمنصب انفوغراف على مستوى المصنع. التحقت في شهر جوان 2021 وعلى عقد عمل. قمت بتقديم سي في أشهر قبل الالتحاق، وفي شهر جوان اتصل بي مسؤول ريسبونسابل دو برودكسيون وقال بلي هم بحاجه للانفوغراف، وشاف بلي لي كاباسيتي تاعي نقدر نلتحق بالمنصب، والتحقت بيوم او يومين مور مقابله العمل. دراساتي كانت على مستوى الجامعة الشيمي أورغانيك إي كومبوزيت ماستر 2. قمت بعمل تكوين انفوغرافي لمدة 6 أشهر، وكان إضافة في سيرة ذاتية، وبفضل هذا التكوين اللي قدرت نلتحق بالمنصب الحالي اللي راني فيه على شركة عيشور بريتويلز. لا تاج تاع انفوغراف في المصنع هذايا سي تو سكي ديزاين. حنا نجيبو لي ديزاين تاعنا من الممول الرئيسي للمواد الاوليه، وما حنا نخيرو لي موديل اللي نسحقو ونقومو بتغييرات كلكو سوا فلاتوناليتي ستادير اللون تاع الموديل واش نسحقو حنا واش يسحق الزبون، وايضا ميم لو كونسيبت تاع الموديل يقدر يتبدل. D'autres tâches comme plus l'infographe, il peut نبداو منين يبدا l'impression تاع le modèle تاعنا sur le carreau, نتبعو حتى يخرج من الفور. زعما لازم نتبعو كي تمبريما لو موديل، كي يكون الطباعه تاع الموديل لازم يكون هناك مراقبه، نشوفو اسكو ما كاش اخطاء على في الطباعه، ونكملو نشوفو كي يخرج اسكو تاني ما كاش اخطاء واحد اخرى اللي باش يكون المنتوج تاعنا جوده ذو جوده عاليه. ما لازم تكون متابعه منين يبدا تخدم المنتوج حتى للمرحله النهائيه اللي نقدروا نخرجوه للسوق. انا الى يومنا هذا لازلت اتعلم ولازلت اكون، ماناش نقولوا ماشي مدارس، ماناش ندخل مدارس كيما دخلت افون، مي كاين انترنت، كاين مواقع، كاين يوتيوب، لو نطوروا روحنا اشاك فوا. المصنع نشوفوا كلش، نشوفوا كل لا برودكسيون تصرا قدام عينك، نشوفوا كامل المواد اللي منين نبداو المواد الاوليه حتى لو برودوي فيني المنتوج اللي نقدروا نخرجوه للسوق. واش نقدر نزيد انا للمنتوج انه نقدموا اقتراحات، يكون عندنا منتوج وحنا نحبوا نموديفيو فيه، نمدوا لهم اقتراحات جديده، يقدر المدير ولا المسؤول يعاونني باش اقتراحاته واقتراحاتي نقدروا نخرجوا حاجه جديده اللي تكون مختلفه على واش كان عندنا كوم نموذج رئيسي. المرأة الوحيدة على مستوى المصنع كفكرة مع في الأول غريبة شوية، كنت نخدم في الإدارة معظمنا نساء، ما جيت هنا امرأة واحدة كان موضوع غريب، لكن الحمد لله لم أتلقى مشاكل، يعني جي ان ريسبي الحمد لله من طرف كاع العمال الحمد لله، ولقيت راحتي خير وخير. فيما يخص السيد الباع اللي جاته مع البورتري بكلمتين نقول لك، هي تحب العمل تاعها، وهي الحقيقه التحقت بينا حوالي عندها 6 ولا 7 شهور، يعني دائما تبذل المجهود باش تحسن المردود تاعها في العمل.
والله وكان استثمارات كيما هادو ما راهم يعطونا فرصه احنا الشباب باش ننمو القدرات تاعنا، نمدوا الطاقه تاعنا، بس الخريج الجديد من الجامعه ما راحش تكون عنده فرصه عمل اللي فريمون ديريكتومون كيما يقولوا. دائما نحوسوا على الخبره، على الخبره، مي كي يكون استثمارات جديده راهي تساهم في اعطاء هذيك الخبره للشباب اللي يقدر مام الشاب يدي خبره يقدر يطورها في مصانع واحد اخرى، في استثمارات واحد اخرى، يقدر يطورها في المنصب اللي هو فيه. المهم يكون عنده هذيك فرصه عمل لتتولد له الطاقه، لانه كي ما تكونش فرصه عمل الشاب راح كما قالوا ما بيسي اللي بغا. كي يمد لك صاحب عمل ولا مدير عمل ثقه تاع تقدر تبدا، راح تمد افون، تمد القدرات فما فوق يعني. باسكو هما عطاو لك ثقه، مثلا كيما نقولوا حنا مصنع جديد، استثمار جديد، انت المسؤول، انت كوم خريج جديد وما عندكش اكسبيريونس، انت راك المسؤول على كاع واش راح يصرف، راح تكون عندك روح المسؤوليه.